كانت في إتباع القدس الشريف كما العام الماضي كما هذا العام كما العوام القادمة إن شاء الله ستقف دائما مع هذه الجمعية جمعية بوش اللقلق المجتمعي ومع المؤسسات المقدسية وترون في هذا الفانوس على أنها انضمت أيضا جمعية المركز الثقافي المغربي في القدس لهذا العمل المشرف. حضرات السيدات والسادة أقول لكم على أننا نتشرف أن نتقاسم معكم أفراحكم وأعيادكم وبأننا سنواصل تنفيذ تعليمات رئيس لجنة القدس صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم المؤسسات المقدسية جميعا. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برنامجها المجتمعي لرمضان 1444. هذا البرنامج الذي يستهدف أكثر من 10 جمعيات أو مؤسسات و10 احتفالات كبيرة ستكون في القدس الشريف حيث سيستفيد منه الآلاف من المقدسيين. هذا البرنامج أيضا يستهدف إلى إحياء التراث المقدسي المجتمعي الشعبي. هذا الحفل اللي للعام السادس على التوالي تنظمه جمعية برج اللقلق المجتمعي في قلب مدينة القدس بوجود أكثر من 5000 مشارك من أطفال ونساء وشباب ورجال وشيوخ مقدسيين، إنه هذا الحفل أصبح عرف وتقليد فلكلوري فلسطيني بيحيي مدينة القدس في بداية شهر رمضان المبارك وبيحافظ على هذا التقليد إضاءة فانوس القدس برسالة واضحة بأنه هذا الفانوس فلسطيني عربي وبيحمل هوية واضحة لفلسطين والقدس بالتحديد. اليوم جينا على إضاءة الفانوس الممول من وكالة بيت المال، كان كتير حلو، الأجواء كتير حلوة، كتير انبسطنا والولاد كتير فرحوا برمضان والأجواء هاي السعيدة. مبادرة مهما كانت بسيطة بتأثر فينا، فما بالكم مبادرة عظيمة كهاي بتجمع المقدسين في بؤرة هي مهودة دائما، في بؤرة هي في كل لحظة مهددة، في مصادرة الأراضي، في التضييقات. فهاي الفعاليات بظاهرها هي يمكن شيء اجتماعي لكن في باطنها هي كمان تحمل رسالة سياسية إنه مهما حاولوا يفرغوا القدس بعدونا لا، كل مبادرات كل الداعمين لهذه المبادرات بطريقة أو بأخرى هم بعزوا صمودنا في القدس.